يا ابني دخلونا بقى، معانا فاكهة هتبوظ مننا. يا جماعة زي ما انتم شايفين الدور كله مقفول بحرس السفارة، يعني مفيش بني ادم اصلا يقدر يعدي جوه. ايوه احنا فاهمين، بس بعد اذنك يعني هنطل طلة عليهم ونمشي على طول. يا باشا الطل طلة ازاي؟ اذا كانوا هما لسه ما فوقوش من العناية. يا لهوي بيقول لك ما فوقوش، يا لهوي يا لهوي يا لهوي. صبري بس يا نونا، استني. ممكن لو سمحت بس ندخل حتى ندي لهم الحاجات دي ونمشي على طول، عشان لما يفوقوا يقوموا بالسلامة يعرفوا ان احنا شقرنا عليهم. ما ينفعش والله يا باشا، ما ينفعش. لو ينفع ادخل حضرتك. ابوهم اهو. مامادو باشا. مامادو باشا. مامادو باشا لو سمحت. اتفضل يا باشا. مامادو باشا انا بغدادي، بغداد ابو نونا، فاكرني؟ مامادو باشا. يا سعاده الباشا، انا حليم، انا حليم ابو كراميلا. نخش بس نطمن على الاولاد. ما بصش حتى وراه. الله راجل ولا عبرنا من اساسه. معذور برضه اللي حصل لاولاده شويه، تلاقيه بيفكر في الموضوع ده. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنروح وبعدين نتابع المستشفى بالتليفون لحد ما يسمحوا بالزياره. يلا يا ست، يلا يلا نون، يلا الله يكون في عونه. يلا شيل شيل الكنتالوب ده. فاسد، كل صغيرة وكبيرة تدخل السفارة أنت مسؤول عنه وستحاسب عن كل ما حدث. زعيم عظيم، ليس لنا أي دخل بطعام السيد زكي والسيد شوقي. الحاجة الرسمية هي التي تقوم بشرائه وطهيه. يا جماعة نتيجة التحليل ظهرت خيرا. المسألة مش مسألة أكل بايظ، في مادة سمية لأنها فاكسمه. مادة سمية؟ أيوة، بس عايزكم تطمنوا، مرحلة الخطر خلاص عدت. الجسم قاوم السم بشراسة، واضح ان مناعتهم عالية قوي. اما الوظائف الحيوية بها بترجع يعني خطوة في خطوة. طمنوا، استأذنكم بس عشان عندي ضيوف في المستشفى. تفضل. شكرا. اذا هناك من وضع السم لهم في الطعام. محاولة اغتيال عباس. ها، أنا قد استشعرت هذا زعيم، لهذا قد شددت الحراسة عليه. زعيم، يجب أن نصدر أمر فورا بعدم خروج أي شخص من السفارة. سمعت ما قاله قورشي؟ نفذ فورا أمرك زعيم. نفذ أمرك.